كوكو البنات، السلام عليكم. البنات حبيت نوريكم كيفاش اني نعمل سوب نتاع القراع نتاعي. عندي طرف قراع حمراء حبيت نعمل بها سوب فيها برشا منافع. هذا هما بطاطا وبصل وزيت زيتونه. عندي كان هذوما حاسيلو، تنجم تزيد لهم انت شويه عدس هكا احمر ولا حاجه، اما اني باش نعملها سوب قراع هكا هاو. هكا شويه زيت زيتونه قراع ونخليه هكا معناها في الزيت الزيتونه يتقلى شويه، وبعد نزيد الماء ونرحيوها سوب بنينه على الاخر. وفي الاخر تنجم تزيد لها شويه زيت زيتونه بنينه وفيها منفعه. هكا بصل وبطاطا كما قلت لكم، تنجموا تعملوها عشاء خفيف سوب هكا مع بكعب بريك ولا حاجه. لنا البنات كما قلت لكم عبيت الماء للسوب نتاع القرا، نخليها كيك حكيت ما عرفش نص ساعه ولا 7 دراج، ونوريكم بعد السوب كيفاش طلعت نتاع القرا. البنات هاوكا لنا السوب زي ريحتها نتاع القرا، وباش نزيدها الفرماج هذايا. انتوما كيما تحبوا تزيدوا لها فرماج غابي ولا فرماج مخصو مثلثات كيما تحبوا. هذه هي السوب اني سير ريحتها، وكهو باش نسكر عليها، نذوب شويه الفرماج ونسكر عليها. البنات هذه السوب حضرت